نكون شفنا ايه قصة الايه الكنافة بالمكسرات. احنا خلصنا كده صح؟ طيب عيني. حاضر يا فندم. كنافة. اسرع مقادير الكنافة بالمكسرات على الشاشة. نشوف مقاديرها وتروقي مطبخك، مهم جدا علشان الكنافة ما تلقطش من الزفارة او من الحاجة اللي موجودة عندك. كنافة بالمكسرات، المقادير ايه يا عم الشيف؟ كنافة، سمنة بلدي، دي اساسي، وسر الكنافة في السمنة بتاعتها، وسر الكحك في السمنة بتاعته، والمكسرات. عندك سمنة حلوة هتطلع كنافة حلوة، ما عندكيش سمنة حلوة الكنافة مش هتطلع حلوة. ده الكلام ودي الخلاصة. ونيجي بقى لحاجة مش موجودة غير في مصر وبس. جيبها لي، جيبها لي دي عشان دي حبيبتي. الصينية اللي بتلف دي، انزلي وسط البلد وفي صواني ألمنيوم وزنها تقيل، جيبي لك اتنين تلاتة صينية بسبوسة تعمليها فيها، صينية كنافة تعمليها فيها. واللي بنى مصر في الأصل حلواني، السر من هنا بقى. الصواني الألمنيوم بتاعتنا والنحاس والصدر الألمنيوم الحلو ده كده لما بتلاقيه عند الراجل الحلواني في قلبيه بسبوسة في اسكندرية، واحد في محطة الرمل حبيبي، مش هقول اسمه عشان ما أخدش مخالفة، ما أقولكيش بقى. الصدور دي كانت حلوة دي، تلاقي البسبوسة وتلاقي الكنافة بتتكلم مصر. تعالوا نعملها مع بعض ازاي. هو ده، عندي طاسة اسيح السمنة بتاعتي. لازم السمنة تنزل على الكنافة ريحتها طالعة وسايحة. اه فين النار الشديدة؟ اهي حلو، والسمنة تنزل كده. اه اللهم صل على النبي. وعندنا شوية مية زهر حلوين، اذا عايزاها طعم شامي حط مية زهر. فانيليا واخدة السكة المصري، مفيش مشكلة. اه السمنة تسيح بس كده. وهقول لك على سر دلوقتي وانت معايا يخلي الكنافة بتاعتك تتحمر بسرعة. الله عليكي ما شاء الله، تعالي اشتغلي مكاني يا استاذه رحاب. نحط معلقه سكر بودر على السمنه البلدي. الكنافه دي ما تاخدش دقائق معدوده وتبقى لونها برونزي ولطيف وزي الفل. اهي اهي اهي. كنافه بالمكسرات مش لازم تكسرها جامد يعني، بس غرقها سمنه. اهو اهو. والكنافه عندنا في كل حاره وفي كل بيت وفي كل شارع وفي كل تحت السلم ودخله الشارع، كل مكان بتلاقي الكنافه والقطايف والرقاق. حاجة جميلة، دي التفاصيل اللي مش موجودة في أي مكان في الدنيا غير في مصر، عشان كده الناس بتيجي وتقعد الأجازات تقول لك هنزل أقضي مصر أقضي رمضان في مصر. ودي حاجة حلوة الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بيها. طيب أطلع السمان زي الفل، بص عليه كده، اللهم صل على النبي. أه عيني. حاضر. بيقول لي الشربات بتاع الكنافة. شربات الكنافة بقى لازم يكون شربات تقيل، علشان الشربات ده هو كمان السر في الكنافة. كوبايتين سكر، والكوبايتين السكر دول يا عم الشيف يتحط عليهم كوباية مية، وبعد كده نسيبهم على النار يغلوا لمدة 10 دقايق، وبعد كده نخليهم على جنب يبرد، لأن شربات الكنافة لازم يكون بارد والكنافة تكون سخنة العكس. أما الكنافة طبعا عشان أنا عامل حساب الوقت، إحنا شرحنا تفاصيلها بتتعمل إزاي. كنافة بتترص هنا كده. حاضر عينيا. بس التفاصيل بتاعت الكنافة ان شاء الله هنخصص يوم بإذن الله في رمضان زي كل سنة بإذن الله هعمل فيه حلويات الكنافة، وهجمع كل حلويات رمضان، الحلويات الرمضانية دي، ونعملها مع بعض. بنحط رقم الكنافة ونحط رقم مكسرات ورقة كنافة، ونضغط عليهم بصينية أصغر من دي سنتي، يعني دي قطرها 30، نجيب صينية قطرها مثلا 38، ونضغط جامد وندخلها الفرن تستوي. تطلع من الفرن لونها برونز حلو، ينزل عليها بالشربات الحلو اللطيف ده كده، وتدخلها الفرن تاني شويه مقفول، وتقدميها بألف هنا وشفا. تقدري ترسمي عليها اي اشكال حلوه قلبك بيميل ليها.